أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: 1. ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2. تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3. قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4. العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5. الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، والحمد لله كما تحب وترضى. نشرع في حرف آ، أي همزة قطع كلمة، همزة قطع كلمة أعوذ، في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، في قول قارئ القرآن المستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومنطوقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد تعرضنا في اللقاءات السابقة إلى فتحة همزة قطع كلمة أعوذ ومن معانيها الفتح، فتح الله علينا وعليكم بكل خير، وقلنا أن هذه الفتحة التي على همزة القطع فتحة أبدية في معانيها، تحتاجها ونحتاجها جميعا في كل حال من أحوال حياتنا، بأن يفتح الله علينا أن نستعيذ بالله وحده من كل شيطان رجيم.
لذلك فإن الله سبحانه وتعالى حيث أمر القارئ بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الهيئة التوقيفية التي وقفها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبدأ الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه وعلى لسان من تلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل مسلم يقرأ القرآن بأن يقول الله سبحانه وتعالى به قطع بهمزة القطع أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل الخلق، الله سبحانه وتعالى يعلم كل الخلق بأنه سبحانه وتعالى قاطع بالإعاذة لكل مستعيذ به سبحانه وتعالى، فهذه إعاذة قطعية الحدوث، حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء عن فعل أي شيء. فإذا استعذت بالله سبحانه وتعالى استعاذة حقيقية فإن الله معيذك لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى كاف عبده، الله سبحانه وتعالى كاف عبده، وهو سبحانه وتعالى متوكل بكل شيء لعبده، الله سبحانه وتعالى متوكل بكل شيء لعبده، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ومطلع على كل شيء ولا يعجزه شيء عن فعل أي شيء. فإن استعذنا استعاذة حقيقية بالله سبحانه وتعالى فإن الله قطعا معيذنا، الدليل على ذلك بهمزة القطع، هذه قطع الله بهمزة قطع كلمة أعوذ في الاستعاذة به سبحانه وتعالى بأنه معيذ من استعاذ به إعاذة قطعية الحدوث أي لا بد منها، يعني ما فيش حد هيقدر يمنع الله سبحانه وتعالى من أنه يكون معاك، ما فيش حد هيقدر على الله سبحانه وتعالى. فإذا استعذنا بالله وحده فقطعا قد أعذنا به سبحانه وتعالى. عشان كده ستنا مرة قالت إيه؟ أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. استعاذت بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إلى آخر الآيات. أعوذ بالله منك، شوف التوجه فين؟ ستنا هاجر عليها السلام الله، سيدنا إبراهيم كده واخدها في مكان كده مهجور، في الآخر تقول له الله أمرك بهذا، فأشار أي نعم، قالت لن يضيعنا الله، اللي مع الله كسبان، اللي مع الله إيه؟ كسبان. لذلك فإن المستعيذ بالله سبحانه وتعالى هو في حفاظة وفي أمان واطمئنان بالله سبحانه وتعالى. لذلك فعلينا أن نستقيم على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. اللي إشارة على ده فين؟ الألف التي تحت هذه الهمزة، الألف المستقيمة، لذلك رسمت هكذا ألف وعليها همزة وعليها فتحة، فقد فتح الله سبحانه وتعالى بفتحة همزة قطع أعوذ للمستعيذ بأن يستعيذ به سبحانه، وقطع له بنفس الهمزة أنه قاطع له لا محالة ومعيذه إن استقام على تلك الاستعاذة. واستقم كما أمرت ومن تاب معك. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على أمره، ورزقنا الله وإياكم حسن الاستعاذة به سبحانه وتعالى في جميع الأمور.
نقف عند عين كلمة أعوذ التي عليها الضم، وهذا ما سنعرض له بإذن الله في البث القادم بعد صلاة الظهر، البث اليومي المباشر بعد صلاة الظهر يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب الله تعالى ويرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نختم، البث الكهرباء انقطعت معذرة، فنحن أكملنا البث عن طريق الموبايل الهوائي، فمعذرة. هننزل الفيديو ده إن شاء الله بعد ما نختمه، فاللي كانوا معانا على البث يتابع إن شاء الله القناة، وهيجد الفيديو إن شاء الله في الفيديوهات المنزلة على القناة. يسر الله لنا ولكم الخير، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، والله الموفق والمستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين، فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، اثنين تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى، ثلاثة قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إله إلا الله، بقدر قدرة الله آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى، أربعة العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، خمسة الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، الحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا الآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا الآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا الآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.